ناخذ اتصال الاخ محمد من الرياض. تفضل. من جده. تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفع صوتك يا محمد لو سمحت. السلام. تفضل. يا فضيلة الشيخ، انا السلام. انا مقيم في مدينة الطائف. نعم. نعم. واسافر الى جدة في اجازة نهاية الاسبوع. هل يجوز لي قصر الصلاة الرباعية خلال اقامتي في جدة ليومين او ثلاثة ايام؟ جزاكم الله خير. شكرا. هل جدة هي وطنك؟ نعم. هو مقيم في مدينة الطائف يا شيخ. هو من أهل الطائف؟ نعم الله يحفظك. نعم. نعم من أهل الطائف. ويذهب إلى جدة يقيم، ويقيم فيها كم في جدة؟ يقول في نهاية الأسبوع يومين. يومين فقط؟ نعم يا شيخ. نعم. نعم الله يحفظك. إيه يجوز له القصر، يجوز له القصر وهو مقيم في جدة، ولا يجمع، لأن الجمع حالة السير، أما حالة النزول يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز له القصر إذا صلى وحده أو مع مسافرين مثله، ولكن لا يترك صلاة الجماعة ويترك إجابة النداء وهو قريب من المسجد، بل يصلي مع المسلمين ويتم الصلاة، وهذا أكمل له أجرا. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا كان يا فضيلة الشيخ يرجع إلى الطائف موطنه الأصلي، يتردد مثلا على جدة؟ نعم هو مسافر ولو تردد. أيوة. بل هو أولى بالرخصة من الذي لا يسافر إلا نادرا. الذي دائما في سفر هذا أولى بالرخصة لدفع المشقة عنه. نعم.